ازيكم، اخباركم ايه؟ هنتكلم على النهارده امتداد للافتتاحات العملاقه والمشروعات العملاقه اللي تقوم بها الدوله المصريه في اطار الجمهوريه الجديده التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شتى بقاع المحروسه، مشروعات في كافه المجالات من اجل تحقيق التنميه في كافه محاورها. شايفين العالم كله ازاي دلوقتي بيمر بأزمة، مقبلين جميعا على أزمة غذاء عالمية بحسب المؤشرات الاقتصادية والتصريحات اللي بتقوم بها كبريات الدول ومنظمات الغذاء العالمي والأمم المتحدة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتصدعات الكبيرة في القارة الأوروبية وفي آسيا وفي خلافه، والعالم كله بيدفع ضريبة هذا الصراع الاستقطابي اللي بين القوى العظمى أمريكا وحلفائها من جانب وروسيا وأتباعها من جانب آخر. فبالتالي العالم يدفع ضريبة غلاء في الأسعار، السلع الغذائية، قلة عدد المعروض من الدول أو التبادل بين الدول خاصة في ملف القمح. ويمكن احنا شفنا خلال الشهور الماضية والأسابيع الماضية تحديدا الافتتاحات العملاقة اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعطى إشارة البدء في حصد القمح والكميات الكبيرة اللي بتنتجها مصر، ربنا يزيد إن شاء الله وتحقق يعني الاكتفاء للشعب المصري، ونحد من فكرة استيراد هذه الكميات الضخمة من القمح. ودي طبعا موروثات، هي مش تركة هذا النظام، وإنما هي تركة الأنظمة السابقة على مدار القرون السابقة. فكرة أو مش القرون يعني 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 الفترات الزمنية المتعاقبة اللي خلتنا نستورد أكثر من 80% من استيراد. نحن من أكبر دول العالم في الاستيراد القمح قبل التدخلات الحكومية الحالية، ويمكن أكتر دولتين بنستورد في منهم أكتر من 80% من استهلاكنا من القمح من روسيا وأوكرانيا. والأزمة دي فرضت على نفسها شعار كبير جدا جدا العالم كله بيتكلم عليه دلوقتي، فكرة إن أنت حتى تنجو من آثار هذه الأزمة أو تحد من مخاطرها يجب أن تصنع مأكلك بيدك أو توفر أنت يعني احتياجات شعبك. فبالتالي الدولة بتتوسع في زراعة القمح وفي الاستصلاح الزراعي من أجل الحد من يعني استيراد هذه الكميات الضخمة من القمح وتوفير العملة الصعبة، بجانب التوسع في مشروعات يعني الانتاج الغذائي في كافة ألوانه وفي الانتاج الحيواني أيضا، وكذلك في المشروعات والصناعة، وتكون دولة مصدرة، وبحيث ان انت تزيد من التصدير وتقلل من الاستيراد حفاظا على العملة الصعبة، وحتى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحد من الارتفاعات الجنونية التي تضرب العالم أجمع. الولايات المتحدة الأمريكية نسبة التضخم عالية جدا، دول الاتحاد الأوروبي كافة كذلك، الأسعار في أوروبا جنونية، الأسعار في أمريكا جنونية في كافة الملفات من الغاز ومشتقاته، البترول ومشتقاته، وحتى الغذاء، لدرجة إن في بعض دول أوروبا بتحدد للي بيدخل يشتري من سوبر ماركت أو من هايبر ماركت ولا حاجة ياخد كمية محددة، إزازة أو إزازتين زيت أو أيا كان من هذا الغذاء. الشيء الثاني كمان، أنت دولة، حتى نشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي بيركز في المشروعات الإنتاجية اللي تحقق اللي توفر فرص عمل وتوفر يعني متطلبات الشعب المصري وما يزيد يتم تصديره، فهي بتحقق كافة الأهداف. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ساعات أو في صبيحة اليوم كان موجود في مدينة السادات في محافظة المنوفية وبيفتتح مشروع من كبرى المشروعات العملاقة في تنمية الثروة الحيوانية، في بيفتتح مجمع إنتاج الحيواني والألبان في مدينة السادات محافظة المنوفية، وده كان حاجة مشروع مهم جدا جدا يحقق الكثير من الفوائد للمصريين والاقتصاد الدولة المصرية. يمكن حتى وزير الزراعة كان بيتكلم على أن هناك 10 مليارات جنيه قروض رايحة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية، وده شيء مهم جدا ما كناش بنسمع الأرقام دي قبل كده في ظل الحكومات السابقة. كذلك لما اتكلم مدير جهاز
الخدمة الوطنية واتكلم على أن المشروعات الجديدة التي يتم افتتاحها بهذا الشكل تحقق الأمن الغذائي الدولة، أي دولة حتى تساعد في حد من مشاكل الغذاء بتعمل بقى مشروعات وتزرع وتطور في أمور في الأسماك والألبان وخلافه. ومصر بتخطو بخطى يعني متسارعة في هذا الملف وبشكل غير مسبوق. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له تصريحات ورسائل مهمة جدا جدا النهاردة، كان بيتكلم على إن الدولة المصرية بتقوم بأقصى ما يمكن فعله في ضبط الأسعار، لأن الأسعار ليست مشكلة محلية وإنما هي مشكلة عالمية تداعياتها خطيرة على كافة البلدان العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا كان بيتكلم على إن لتر البنزين وصل ل 40 جنيه في الخارج، يعني إحنا حتى الآن بنحقق يعني شيء إنجاز فيما يتعلق بهذا الملف. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد برضو إنه للمرة الثالثة إن الدولة أو بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أجلت رفع أسعار الكهرباء حتى لا نزيد من أعباء المواطن. وبيتكلم على إنه يعني المصريين ضربوا أروع الأمثال في زراعة القمح هذا العام وأنتجوا كميات لم تكن تنتج من قبل. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم على إنه تأجيل رفع الكهرباء كان عشان خاطر ما يزودش الأسعار، بحيث إن كل ده مراعاة لمحدودي الدخل والهدف عدم تحملهم أي أعباء مالية أخرى. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بيقول إن في سبيل إن احنا نحقق ده الدولة بتدعم هذا الملف بالعديد من المليارات، كله لصالح المواطن وهو الإنسان المصري الذي يأتي على أولويات رأس أولويات الدولة المصرية. كل الأعمال الإنجازات التي تطلقها الحكومة المصرية ويفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي كلها رسائل إيجابية للاستثمار الأجنبي وتطمينات، وشيء مهم جدا يبعث بالطمأنينة والأمان للمواطن المصري. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش هذه الافتتاحات كان له يعني رسائل واضحة اتكلم عنها ووجهها في لقائه مع الإعلاميين الحاضرين. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رسائل زي بيقول مثلا محدش يقدر يقرب من مية مصر، وده في رد مباشر على كل ما يثار حول أزمة سد النهضة والتصرفات والتحركات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا في الملء، ورسائل كلها إلى القارة الإفريقية ولا دول العالم أجمع. مصر دولة سلام وليست دولة حرب، وتتعامل في هذا الملف بمنتهى يعني أدبيات يعني ضبط النفس. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم كمان وجه شكره إلى فلاحي مصر لأنهم وردوا أكثر من 4 مليون طن قمح حتى الآن، وده شيء محترم جدا جدا يساهم في الحد من فكرة استيراد كميات أكبر من القمح في ظل هذه الأزمة العالمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان بيتكلم على الحوار الوطني الذي أدعى إليه منذ فترة في تحت رعايته ومن خلال مشاركة كافة قوى المجتمع المدني والأحزاب وخلافه. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أكد للإعلاميين أن الدولة المصرية انتهت من 9 مناطق صناعية، 9 مناطق صناعية ده رقم كبير جدا ومهم جدا، 9 مناطق صناعية، وإن مصر لا تستطيع تحمل تكلفة توقف الإنتاج. فعلا إحنا دولة محتاجة تشتغل، دولة محتاجة تصدر، دولة محتاجة تنتج، دولة محتاجة تحد من الاستيراد حفاظا على العملة الصعبة وحتى يعود بالنفع على المواطن المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان بيقول أرقام مهمة جدا في الزراعة، بيتكلم على أن الدولة المصرية تعمل حاليا على إضافة أكثر من 1 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال 2 سنين بس، ده شيء إعجازي مش إنجازي بس، وشيء مهم جدا جدا. كل دي أرقام ما كناش بنسمعها، لو أي حاكم في فترة ما عمل أي مشروع واحد من المشروعات دي كلها كان بيعيش عليه عشرات السنين. لكن الدولة المصرية بتتحرك بخطى متسارعة نحو التنمية في إطار الجمهورية الجديدة، وكله لصالح المواطن المصري اللي هو البطل لعملية التحول الاقتصادي التي تعيشها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرئيس برضو اتكلم كتير وقال عن ان الدولة المصرية هدفها الرئيسي والاساسي انها تحافظ على مستويات الاسعار بدون زيادة حتى لا يتحمل المواطن عبء ذلك. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم على المخزون المتاح، المخزون الاستراتيجي اللي موجود في مصر اللي يتجاوز ال6 اشهر، واتكلم سيادة الرئيس عن الفرص الكبيرة للاستثمار وان الدولة حريصة على توفير كافة مستلزمات الإنتاج. كل دي مؤشرات محترمة جدا ورسائل مهمة إلى الاستثمار الأجنبي والداخلي أيضا، الناس تشارك وتعمل شغل محترم. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيوجه رسائل غاية في الأهمية، جميعها تصب في إطار الوعي. الوعي، الناس لازم تبقى عندها معلومات، عارفة احنا ماشيين ازاي وبنعمل ايه عشان يكونوا على قدر المسؤولية. قبل كده كان في حكومات كتير جدا كانت بتخبي وكانت بتعتبر ده جزء من الأسرار وما بتشركش المواطن صاحب البلد الأصيل في معركة تحديد مصيره وفي يعني معركة البناء. طبيعي ان المواطن يشارك لأنه هو الأساس، هو اللي بمجهوده وبدوره يقدر ينجح هذه المشروعات، وممكن بعدم الوعي تتحول هذه المشروعات إلى أزمات ويعني مشاكل وتصدعات في المجتمع. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم النهارده برضو كمان في بعد الافتتاحات، بيتكلم على إنه الدولة المصرية بسياستها الحالية عبرت أزمتين، أكبر أزمتين العالم كله بيعاني منهم دلوقتي، أزمة كورونا في الأول وثم تبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية اللي حولت العالم إلى يعني حلفين أو جزئين يعني متناحرين، وهناك حالة استقطاب كبيرة جدا جدا. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى أن علينا استصلاح أكبر حجم من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج ونزود الإنتاج أو نقلل من الاستيراد. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم أيضا عن الأزمة الأوكرانية وأن الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات الاستباقية التي كانت كفيلة في امتصاص شدة الأزمة اللي العالم كله بيئن منها الآن. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم أيضا عن أن هناك متغيرات في أسعار الأعلاف عالميا مش محليا، واللي سبب ارتفاعها عندنا إن احنا بنستورد كميات كبيرة منها. كمان الرئيس اتكلم على دخول مصر في مسارات الصناعات ولكن بشكل متأخر، ولكن إن شاء الله هنحقق ما تهدف إليه وما تصبو إليه الدولة المصرية. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن إن الموضوع صناعة مش مجرد تربية، يعني احنا مش بنربي البهايم ولا خلافه، مش مجرد بنربيها وخلاص، لا دي صناعة استثمار لازم يعود على المربي نفسه المواطن نفسه ثم يعود على الدولة ككل، فينعش الناتج القومي وينعش الاقتصاد ويوفر الكثير من ما يحتاجه المواطن. الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف عن طموحات الدولة المصرية اللي هي أساسها هو الناس او المواطن المصري، وان احنا محتاجين ننتج سلالات متقدمة من الثروة الحيوانية بشكل علمي طبعا مش بشكل عشوائي. الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد كمان ان احنا كنا بنتكلم عن 1,000,000 رأس ماشية، لكن بفضل الله وبفضل جهود الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحنا الآن 71,000 رأس فقط، وما زلنا نسير بشكل قوي في سبيل تحقيق ذلك. وأن احنا كمان هدفنا إن احنا نحول كل مربي وبيت ريفي إلى مشروع إنتاجي وتنموي صغير، يبقى احنا كده بنزود رقعة الصناعة والاستثمار وبنحول بيوت المصرية كلها إلى مصانع تنتج الخير لهذه الدولة إن شاء الله اللي هتتقدم وترتفع إلى الأمام. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم على إن المنتج المصري إحنا عايزينه يكون على أفضل معايير صناعة اللحوم في العالم، كل ده يجلب الخير إلى هذا البلد الأمين إن شاء الله. واتكلم الرئيس عن إن إحنا هدفنا نكون الخامس عالميا في مستوى الأبحاث
ان احنا هدفنا ان احنا نوصل للمستوى الخامس عالميا، وتكون الابحاث في المستوى الثالث. وكمان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان المعامل متاحة للتعليم العالي ولكل من يهمهم الامر، واكد كمان ان الاسعار المفروض تكون يعني تبقى اكتر من كده بكتير، وده ظاهر في كل دول العالم، لكن تدخلات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حدت من هذه التطورات او الارتفاعات الجنونية. اكد الرئيس كمان ان اوروبا والغرب جميعه عنده مشاكل كبيرة جدا في التضخم، وقفزات غير مسبوقة في الاسعار، وقلة في النمو السكاني، ويعني ان شاء الله ان شاء الله الدولة المصرية تسير في على خطى يعني على خطى سليمة وثابتة، وتحقق مصلحة المواطن المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيستشهد بما حولنا من دول وفي العالم، وتحركات الاسعار فيها والاحداث فيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كمان ان احنا عندنا 17 مليون بيت مصري بيدفعوا اقل من 50% من تكلفة الطاقة، وان ده لتخفيف الاعباء على المواطن، ودي طفرات مهمة جدا وضرورية جدا في ظل ازمات عالمية غير مسبوقة. كمان الرئيس اتكلم على ان الغاز المستخدم في الطاقة بقى ب 21 دولار، وان الدولة بتبذل كل مجهوداتها لضبط هذه الاسعار. مصر بيزيد عدد سكانها في حين ان الموارد كانت ثابتة، والدولة بتنوع الموارد دلوقتي بتكترها بحيث يوازي هذه الزيادة السكانية ويتفوق عليها، وتكون مصر من الاقتصادات الصاعدة بقوة. الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من المواطن المصري وقال ان احنا محتاجين لجهد كل مصري وفي اصيل، عشان ان احنا حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحقق بان احنا نغير حياة الناس بفكرة. وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على دور الجمعيات والمنظمات انها تستطيع بالحوكمة المساعدة في ضبط القصة اكتر من كده. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عنوان عريض مهم جدا تحت منه مليون تفصيلة كلنا نعرفها. الرئيس قال عظمنا ما نشفش وهينشف لما يبقى دخلنا تريليون دولار، غير كده لسه بنحلم. هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيحلم بيه دايما ويحققه وهيتحقق ان شاء الله، ان الدولة المصرية تحقق دخل يتجاوز التريليون دولار ان شاء الله، هيتحقق بسواعد أبناء هذا الوطن الغالي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل هذه الأحلام تكون واقع قريب جدا إن شاء الله، وإن شاء الله الدولة المصرية في نمو دائم، وإن شاء الله في رخاء. أشكركم، وإن شاء الله كل يوم نتابع ونطلع على مشروعات أكثر ضخامة وتقدم أكثر ونمو وتنمية إلى الأمام في إطار الجمهورية الجديدة. أشكركم شكرا جزيلا.